اتجه طاقم قناة زوم 7 لمجلس جماعة طنجة لإنجاز روبورتاج حول دورة الحزب الإداري للمجلس، كما فعل مرات سابقة لتقريب الرأي العام مما يحدث دون زيادة أو نقصان، قبل أن يتدخل فريق العدالة والتنمية للسؤال عن سبب تواجد الكاميرا أو كاميرا زوم 7، الشيء الذي خلق أزمة داخل المجلس على اعتبار أن الكاميرا تابعة لجهة معينة، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا. القناة لكل الناس ولكل الفئات، والتضييق على حريتها هو تضييق على حرية الصحافة، والتشهير بها من قبل أطراف أو أقلام معينة يرمي بالأساس إلى نسف منبر حر بدأ يفرض نفسه وبقوة في طنجة وباقي مدن الجهة.